New signing, the player Maximiliano Ronen to the team of Aduanía Sport Club. Hola Irak, soy Maxi Rolón. Pronto estaré por Aduanía para hacer lo mejor posible. Abrazo grande. طوال بهذا التفصيل فرح كبير. يعني أنا شفت الابتسامة على شفاه الناس عندي، هذه هي سعادتي. ما راح يصدم من يجي لواقع الديوانية ويشوف المقرات، يشوف مكان السكن، محسب حساب لهذا الموضوع. بصراحة ولو أني آسف على هالعبارة راح أحكيها، يعني أني أتألم إنه راح أحكيها، يعني هو راح ينصدم 100% ينصدم. إحنا واقعنا مأساوي، خاصة الديوانية. أنا أعيد وأكرر، ديوانيتنا مدينتنا مظلومة، بس والله ما تستاهل مدينتنا. يعني 17 سنة من أحزاب سلطة، من 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 حكومات متعاقبة، يعني شارع واحد ما عدنا بالمدينة، شارع واحد ما عدنا في المدينة. هاي المدينة المظلومة المسكينة، وأهلها والله يستحقون ماء العيون. أنا ما أريد يعني أحد أتحدث عن ناسي، لأن هم ذول أهلي بالأول والأخير، بس أنا هذا اللاعب حتى وإن كان استا إحنا متفقين معه بعقد رسمي، وحتى هذا اللاعب لو ما يلعب، أنا المهم أوصل مسج للعالم. باكر من أتفاوض ويا لاعب برازيلي، أتفاوض ويا لاعب من ألمانيا، أقول له أنا تعاقدت مع لاعب أرجنتيني، لاعب رديف إسبانيا، مسجل هدف على البرازيل، لاعب دوريات مختلفة، تعاقدت مع لاعب. التعاقد شيء مهم طبعاً، بس الأهم من يجي اللاعب يروح ينقل عني صورة طيبة، مو يروح يقول لهم عمي ما عندهم مكان يباتون، الملاعب هيجي كذا، تفاصيل الدوري يا سيد، هذه سمعة وطن. يعني أنا أتمنى من السيد عدنان درجال، وهاي رسالة عبر شاشتكم من بركم الكريم، يعني واحدة من اثنين، أما يوجه وزارة الشباب بمعالجة واقع ملعب الديوانية، أو يمنح المستثمر العراقي سعد حسين العنكوشي أو الغيره، خلي يشوف مستثمر حقيقي يملك أموال وخلي يشتغل. والله العظيم أنا في ظرف 3 أشهر أنجز الملعب، أسوي سايد ثاني للمدرجات، أسوي يعني أنا أسأل سؤال، أنا يجيني لاعب منزع ما عندي، قاعة رياضة ما عندي يتمرن بها اللاعب، هاي الكارثة، ما عندي كل شيء، لا قاعة لوكر ما عندي للاعب، تدخل للملعب قيادة الشرطة، شرطة الملاعب مسيطرة على الغرف اللي هي تابعة داخل الملعب، هاي صار ثكنة عسكرية، ثكنة عسكرية.